قد طه هاي محل ايش جيت؟ أني أتذكر بيتنا رقم 649 الرقم زين. وهذا الشارع أدي بيه كثير كثير من الذكريات والبيوت كلها أتذكرها. هذا بيت أبو عدنان أتصور، بس متغيرة معالمه كل شيء. هاي هذا بيت أم علي القابلة المأذونة. هذا بيت أبو وطن يسموه. زين أستاذ طه، نعم، من الفنانين غيرك من الطوبجي؟ كان الله يرحمه شكري العقيدي من الطوبجي كان ساكن بالفرع المقابيلنا، قريب فرع المقابيلنا. أه. وكان معروف جدا استاذ شكري العقيدي، اخو فخري العقيدي الله يرحمه، توفى. وهذول من الناس اللي لا يمكن ان انساهم، لان تاريخ وياي. انت ولاده الحله؟ نعم. زين بعمر قد جيت هنا؟ والله ابويا كان عسكري فانطوه هذا البيت، بس ما اعرف وين. عمرك ايش قد؟ اني كنت بصف ثاني ابتدائي. جيت للطوبجي؟ نعم، كنا بالمحاويل. اها. ومن المحاويل جينا لهنا، وعندي كثير من الذكريات. وهسه تشوف الناس يعني الحمد لله. هاي المنطقه. السلام عليكم. طه العزيز عيسى. عزمان شلونك عزيز؟ اخبارك؟ شلونك؟ صحتك؟ هذول من اصدقائي. شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ شلون زين؟ ايش عجبك جيت؟ الحمد لله. شوفكم شلونك؟ وين؟ ما شاء الله صحتك. الحمد لله. شنو تاخيرك؟ صار كثير شايفه. والله صار كثير ما شايفه. شرف انه بجي. اكثر من 15 سنه. حوالي 20 سنه صار ما شايفي. والله حبيبي شلونكم؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمكم. الله يحفظك. شلون شلونهم؟ عبد الباسط. هاي شنو متغير؟ هاي الحبايب بدأوا ينظرون. هذول أهلي حبيبي. شلونكم؟ مشتاقين؟ أنا مشتاق أكثر. من منطقتنا العزيزة. والنعم منكم. والنعم منكم.